توفي الرئيس محمد مرسي. أدعوكم سيد الرئيس وأدعو زملائي إلى تلاوة فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة. تفضل. نقطة نظام أستاذة فاطمة المسدي. شكرا سيد الرئيس. المؤسسة هذه مؤسسة برلمان، هي مؤسسة برلمان تونسية، يعني ميتوا عليها ناس، ميتوا عليها ناس باش تقعد ديما دم تونسي، لا لإخوانة البرلمان التونسي ولا لترحم على زعيم الإخوان المسلمين. احنا ما نحبوش نعملوا سياسة هون، الناس الكل كيف كيف. إذا كان ثم حركة النهضة ترتبط بالإخوان المسلمين، أنا أدعو إلى تصنيفها حركة إخوانية وتصنيفها حركة إرهابية في هذا المجلس، ولا للترحم على السيدة. مفضلكم. شكرا سيد الرئيس. أتقدم باسم الشخصي وباسم زملائي وباسم الكثير من التونسيين بأحر عبارات التعازي للشعب المصري الشقيق في وفاة أول رئيس ديمقراطي منتخب بشكل ديمقراطي في مصر الشقيقة في تاريخها. أدعو إلى تلاوة الفاتحة وشكرا. الأستاذ فيصل التبيني تفضل. ما نفضلكم؟ لا أرجوكم. تفضل 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 استاذ. شنو هو باش تزيدوا استاذ رونا كلمه في مجلس النواب؟ ما تكلموش، خلينا نتكلموا يا عاش خويا. سيد رئيس سي نور الدين البحيري عايشك، الموضوع هذا موضوع خلاف، والموضوع هذا ماهوش موضوع برلمان تونس، الموضوع هذا فيه تقييمات، واللي يحب يترحم على مرسي احنا نترحموا معاه. هذه نفس مؤمنه مات الله يرحمه، لكن المساله ما تطرحش في برلمان تونس، المسألة هذه فيها خلاف. عايش خويا، الموضوع هذا تحبوا تعملوه عملوه في الحزب نتاعكم، ماهوش في برلمان التوانسة. شكرا. هالأمة احتضنت تسامح كبير ياسر. راهو ابن عباد اللي كان أسير عند المرابطين لما مات قاموا عليه صلاة الجنازة. الدولة المرابطية قامت عليه صلاة الجنازة. وبرقيبة نتهموا في برشا أشياء كان أقام على خصوم الايديولوجيين هنا مات معزل السيد قطب. كفانا استثمار في الامور هذه، راه عيب، راه عيب. هذا استثمار في الموت. الزملاء طرح وترحب معناها على شخص ناس تعتبره رئيس، ناس تعتبره معزول، هذا كل مش مهم. شخص كان في وضع ما يساوي وتردوا ترحموا عليه، شنو باش يزيدوا؟ اش باش يعيبوا يزيد؟ احنا محترمين الدولة المصرية وسيادة الشعب المصري ورئيس مصر ومؤسسة مصر، ولا دخل في ذلك. إنسان مات في وضع إنساني مش ترحموا عليه؟ يا رسول الله بلغنا المنحدر للآخر، ما عايش منحدر بعد منحدر. هذا مفضلكم. ما نفضلكم. الذي يريد أن يتخذ الموقف السياسي يتخذه في حماه، أما أن يطلب منا أن نقرأ فاتحة على معنى اعتبار إنساني فنحن نقرأها بهذا المعنى فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نرجع